عشنا اليوم المهرجان الأول لقصار القامة تحت شعار قصار القامة طاقات وإبداعات، فكانت هناك إبداعات فنية ورياضية وثقافية. المهرجان الأول الذي نتمنى له الاستمرار في السنوات المقبلة. هذا المهرجان اليوم شاركت فيه طاقات من قصار القامة في أغاني مغربية وأغاني شرقية وأغاني شعبية، وكانت كضيف شرف مجموعة السهام والشرقي السروجي. هذه الشريحة سنهتم بها مستقبلا، وباسم جمعية أبو قراط والجمعية المغربية لقصار القامة كان هذا التنظيم. نتمنى أن نكون عند حسن ظنكم وشكرا. اليوم كتواجدوا في مركب ديال الحي المحمدي في هذا المهرجان الجميل، مهرجان رائع لقصار القامة. مشكور السي حنين على هذه البادرة الطيبة لأن بادرة رائعة وهذه في قلب سوق عديد. حنا كنا كفنانين مغاربة ما كاينش فرق ما بين هذا وهذا، بالعكس هذا الشيء كيفرق وكيبشر بالخير ملي كتشوف هاد الوليدات في الحنين اليوم اللي جاو من المغرب كامل باش يحضروا اليوم في العاصمة الاقتصادية في الدار البيضاء. نتمنوا من العالم القادم يكونوا لنا شي حاجه زوينه رفعنا على هاد الناس هادو، لان كاين بلاك متنوع في مجموعه السهام في عده فنانين مغاربه فنانين صار قامه يعني اللي كان هذا جميل جدا. نتمنوا هاد الناس ياخذوا الحق ديالهم لانهم عندهم ما يقولوا، ونتمنوا دائما يكونوا حسن الظن ديالهم ونكونوا في مجموعه الاعلى خاص و ديالي ليلى القرعه، بطله عالميه وبطله اولمبيه في قصر القامه. جيت مسروره لهذا الحفل التكريمي ديال قصر القامه حي المحمدي بغازا. جيت يعني مرتاحه وجيت باش نوصل الناس ديال قصر القامه باش يكونوا هما ابطال العالم وكانوا ابطال اولمبيين. نتمنى يعني يديروا جميعها ديالهم ديال قصر القامه. كنشكروا هاد الجمعية ديال قصار القامة برئاسة الأستاذة هازار، ومتاحت لي الفرصة وعيطت لي. كاين أنايا في أكادير، أنا سميتي حمادة المزابي، فنان الأغنية الشعبية، فنان ديال العيطة، ومتاحت لي الفرصة أنني نهضر ونعبر على راسي شكرا لجريدة أصوات على هذه الدعوة هذه للبدية الدعوة هذه. وبالمناسبة راه كنقول أنا قصار القامة راه يقدر يدير شي حاجة، راه فنان مغني فنان تشكيلي ارتيست، فيه بزاف الحوايج، يقدر يكون دكتور يقدر يكون هذا، يعني غير يد المساعدة من الناس السياسيين المسؤولين الله يجازيهم بالخير الله يطولنا في عمرهم، والامور كلها غادا تدوز بخير. وكنقول الجمهور ديالي راه ما بخلتش عليكم بالجديد، راني عملت لكم واحد الفيديو كليب ديال التحرش هادشي ديال الصباره وداكشي، دخلوا لي راه ما غاديش نكون ان شاء الله، راه داكشي بخير والحمد لله تعالى وبركاته بالصحه والراحه. بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكر سميتي حسن الحماني، جيت خصيصا من مدينه الناس باش نشارك في هذا المهرجان الوطني لقصار القامة اللي كيكون في أول مرة في الدار البيضاء في حي المحمدي. كنشكر أحسن الجمعيات والأعضاء وشي على الدعوة ديالي، وكانت حفل جد شيق وجد زوين بزاف، وكنشكر بزاف على الدعوة وعلى حسن الصحبة اللي لحقوا بينا شخصيا. كنتمنى العام الجاي يكون احسن من ان شاء الله. السلام عليكم، عندنا اسامه من بيت الباب. كنشكر حسن القامه على هذا الكتاب جوده الدعوه، وكنتمنى له ان شاء الله التوفيق في المسار ديالهم، وكنتمنى من كاع الناس الجمعيات اللي كيخدموا في الكتاب ربيو الصوم يرضيو. المشاركة ديالك في هذا المهرجان؟ المشاركة ديالي كان تفرح اي واحد، انا مستعده اي واحد.
جاي وفرحوا ولو غير الوجود ديالي هذا كيسعدني ولو كل عياله ولا هذه اللي كنديروا وجودك كنفرحوا الجميع وكنا ربي فرحنا من عنده ان شاء الله وكنا مباركه على الجميع الله يوفق الجميع وأي لو بيسو صورة موالي الأفوت الناس تمسيين مدجينة أكادير طالب كلية حقوق السنة الثانية جيت اليوم باش نحضر هاد الحفلة والأداء فجينا قطار بيضاء كنت من جمعية قصار القامة اللي هو اختصاب أول حفل في المغرب قصار القامة كنت منا هاد الحفلة هادا تستمر معاود تستمر إن شاء الله كنت منا الجمعية المغربية كرة القدم تشوف هذه الفئة هذه اللي هي عندها طموح عندها شحال من حاجة باش تحققها في جميع ما تنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.